انطلاقا من الجزائر العاصمة نحو باريس، شركة الخطوط الجوية الجزائرية 45240 دينار، شركة الخطوط الفرنسية إير فرانس 60107 دينار، شركة ASL للخطوط الجوية فرنسا بسعر 70500 دينار. فيما يخص انطلاقا من باريس نحو الجزائر، شركة الخطوط الجوية الجزائرية 471 يورو، شركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس 763 أورو، شركة ASL إيرلاينز 480 أورو. فيما يخص إسبانيا انطلاقا من الجزائر نحو برشلونة، شركة الخطوط الجوية الجزائرية 22400 دينار، شركة الخطوط الجوية الإسبانية فيولينج 58510 دنانير. انطلاقا من برشلونة نحو الجزائر، شركة الخطوط الجوية الجزائرية 260 يورو، شركة الخطوط الجوية الإسبانية فويلينك إيرلاينز 463 يورو. فيما يخص إيطاليا انطلاقا من الجزائر نحو روما، شركة الخطوط الجوية الجزائرية 30660 دينار، شركة طاليطاليا 42560 دينار. انطلاقا من روما نحو الجزائر، شركة الخطوط الجوية الجزائرية 342 يورو، شركة أليطاليا 554 يورو. فيما يخص ألمانيا انطلاقا من الجزائر نحو فرانكفورت، شركة الخطوط الجوية الجزائرية 38680، شركة لوفتانزا 69213 دينار. فيما يخص تركيا انطلاقا من الجزائر نحو إسطنبول، شركة الخطوط الجوية الجزائرية 46010 دنانير، شركة الخطوط الجوية التركية تركيش إيرلاين 61138 دينار. انطلاقا من اسطنبول نحو الجزائر، شركة الخطوط الجوية الجزائرية 520 دولار، شركة الخطوط الجوية التركية تركيش إيرلاين 1458 دولار. فيما يخص الوجهة التونسية انطلاقا من الجزائر نحو تونس، شركة الخطوط الجزائرية 22850 دينار، شركة الخطوط الجوية التونسية 24535 دينار. انطلاقا من تونس نحو الجزائر، شركة الخطوط الجوية الجزائرية 372 دينار تونسي، شركة الخطوط الجوية التونسية 602 دينار تونسي. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك. إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه.